اللي خلاني أعمل كمسعف كونه خدمة الإسعاف والطوارئ خدمة إنسانية، ونقدم العمل هذا من أجل الإنسانية ومن أجل إنقاذ حياة البشر. فهذا كان هو السبب الرئيسي في عملي في خدمات الإسعاف والطوارئ. الصعوبات اللي احنا بنواجهها في عملنا كإسعاف والطوارئ هو التعرض للخطر الشديد. الخطر الشديد هذا من باب اللي هو واحنا متوجهين الى الحالة ممكن نتعرض الى اطلاق نار مباشر. في لحظات انا لما اجلس مع حالي بعد انتهاء كل عمل يراودني فكرة ان انا انهي عملي في الإسعاف والطوارئ من باب المخاطرة الشديدة في العمل. وفي هناك ضغوطات اخرى من البيت ومن الاهل ومن الاولاد، بكون الحث بطريقة شديدة جدا ان انا اترك العمل. لكن في نفس الوقت لا، انا براجع حالي وبقول لا، لسه في انا مجال ان اقدر اقدم خدمة انسانية برضك لها المصابين ولها المرضى.